سودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة. الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا. نحن الليلة يا أخواننا في غرية مجمل يا أخواننا. نحن برنامج مسرح في الهواء قناة الشروق متعود يعني متعودين دائما في كل حلقه نختار موضوع ونناقش الناس فيه والناس يناقشونا فيه. يا ريت كلنا يا اخواننا نتابع ونشوف موضوع الليله شنو في حلقتنا. يا الله لما انترش هاي لا اله الا الله محمد فتي رسول. انا هسه قاعد نفتشك والله واحد ربي ما تسال. لا يا تو انت انا عارفك كذاب. اسمع كلامي هلا ده كله لفيتك كذبك ده خلي والله سالت منك في مهلة تاهونا فوت ما لقيتك في مهلة الشكاكه فوت ما لقيتك مهلة البير ما لقيتك. انت قالوا لي ركبت في الريفاي حقك ده مركت من السبب من الفوت درب لما انا درب ما حسود. اي والله درب ولا حسود درب الليله ده بقى درب سمع كيف يا اخي. والله الحمد لله كم من تاب. اي خدمه اليوم ده خدمت في نفير ده كله ولا تشيف خدمت شنو ها نفير ده انينا بعد قطاتي ده بنينا قطاتي ما هنا هي انجيمي ده ايه قطاتي ده كله بنينا نقار نتينا قدر انت نقار ولا نتيتي ذات. انا ما شربت عجينه كثير ترى والله ده يا سولي لبتني تقيل ما قدرت اني نتت. انا قلت لك نتت انت من اول كله نقراي ولا تقدر تنتي كده نتت نشيفك اني هسه انت تقدر تنتي ما له ما نقدر هيا انا كله خليني نتت لك هيك هيك انت والله ما زيد والله ولا تعرفي ما زيد يوم لك نتتين نتتنا ده ها ولا كرئنا وجاء انا ولا شنو قالوا لي انت ده جسمك بوجك فوتي ليه يا تو اجوز حليمه قال بيسالك احنا وجد دهر ولا شنو ولا انا عارف اوروني ترى انت كله تخلي نفير الجاهد جاهز ولا جاهز. لا اله الا الله مهم نفير الجاهد ولا هلتي اني ها هلتنا انا هلتي انا ما جاي برك الا ما حد كده صار ها لكن اي زول واحد ترى ما اورينا يا تو ما اوريتو تانيكم حسن ابسلا. لا اله الا الله أنا ده ناس وكلتوني نوريهم ده كله وريتهم ناس إلا ده زول ما خليته زول ما أوريته ده ما في تو أنت كم ما أوريتي ناسك ده أنت تعرفي مشيت له زي 5 مرات في بيت ده أي زول ده بقول لي مرك فسفات وادي أنا في وادي عنده شنو ولا أنا عارفه ما تمشي له في وادي في وادي بجري ها يومي نمشي ولا نلقى وش أقوله كده بكون بلب الجو بس ما بضرب عمرك لنا. أنا نوريك كلام ها حسن ده أيه هو بيني وبينك لقيك بعد ساكي ده والفا ما داير بخليه لكن امشي اوري خليه يجي نفير ده دور ده في بلدنا بلد ده دور ده ناس اساسيين ده كله ماشين هو يقعد يسوي شنو. لا لا ما يقعد اي ما يقعد دور ده يمشي يمشي مع ناس ده تعبير رجال ده يمشي معه بس في نفير ده ها. دور الفات حسا فكي اساك وكد ما بقدر بمشي ده ولا انت انا همارو ده بيكار راح قال ناس ده والله كلامك صحيح ها واجوز حليمه اجوز حليمه ده رشاد شيشه أيه. وسواء اجينه ها. وسواء لنا اسيده ابوده ابوتك اسيده انت الاسيده المره لما تقدر تكاوز باقلا بدي بدي ترى خلاص ده كله خليه وكن يمورو انت هسي اي امشي اي لجماعتك البخادي اوريم اي واني كمان ها نمشي لهلال البجاي ده اي كلهم نوريم هم انا فير ده شراكه ترى هلال كلهم لا لا وشغل ده معنينا هسه هي اللي فات ده ولا واحدنا كله ما كنا اشتغلنا باخلاص اي صحيح خدمنا كجيلنا وبيوت كله بيننا لا لا والليله ده خدمه يا يقه كتير نتر ده خلي بات ما ينجزوا لها حاجات ده كله ايه نجوا نحتفلوا اه خلاص انت من محلك ده ها
لا حسن ده فتشي اوري الله والنبي. لا الليله ده انا حسن كان خش في نقره اي بوراه نخش خلاص فتشي اوري وبعدين ذاته وري انه الناس ده كله ماشين وانينا قلنا له زول مهم يمشي فيه الا ده بكم بيته ده ذاته نادله له كويس. انينا ما اخترنا بيوته ده اول البيوت نبني كلامك صحيح. بعد نبني نكمله تو هي نار نار هلو نار جو يا اخي بلد سمعنا بقول زي زمانك خلاص انت امشي وتدا ما عدلك ايه انت امشي اوري لادم وله ليش ليش حسن شيخ حسن طيب. ايه ترى انت حسن يا ما اوريت قلت ادم دول اوريتيم وري لي ليش شيخ حسن ايه وانا كمان ماشي نمشي نجاهد ما الناس كله عليك الله خلاص انا ما... كلهم عليك الله سمع انا نمشي كاجاد يعني ربي تقايد ايه ربيتي خلاص نجي نلموا في محل ساحل قدام ذاك ايه حدو نهرك ونمشوا سمع خلاص. خلاص سلم لجماعه عليك الله الحمد لله ما شاء الله وين حسن ده ما عندي اي كلام اني نرحل بس حسن معقولة نقعد هنا كده الناس يصرفوا علينا آخر قرار يا حسن أني نرحل أني نرحل ترحل وين أختي نرحل أنا دي بتعرفي شيء تعالي هنا بعرف ما عليك بعرف ما سويت لك الدشيش الله يسألك الله يدشدش راسك الله يدشدش راسك أنت داري شوف ده هناك تشتغل يا أخي نرجع هناك حتتنا نرجع غريتنا نرجع وين نرجع غريتنا أنت مجنونة مجنونة كيف تعجبك تعال مش هرجع وأدعب وأشقى بتتكلمي كيف يا زلهوي؟ انا ما عارفاك كسلان كسلان؟ بدور الرقاد والتكيل والتتكيل مالو؟ مالو؟ كان كرتيت مالو؟ فيها حاجة؟ لا ما ترتاح في رقبة الناس؟ في رقبة ليه؟ يا هو مرتاح في بيتي مرتاح في بيتك بحقك؟ شنو؟ قاعد في حقك؟ ما هي قاعد في باب المهمة مين قاعد بس خلاص لمتين؟ لمتين يا أخي؟ احنا قاعدين لنا كم سنة هنا يا أخي؟ لمتين؟ دارينا شنو؟ دارين نمشي محلنا أريدنا نمشي نعمر هناك نبني هناك تزرع هناك أولادك يا أخي أنا جيت قعدت هنا سي ولدك بقى راجل تاني مش أزرع ما تزرع تاني شرب يا أخي أنا ما بقدر خلاص تعبت ما بقدر والله يجينا البشتنا والبهدلة دي حدا ناكل ونشرب ونرطب بس تاني ما في خدمة ومرطب وين شنو؟ ما خليك ترطب من 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 حاسس أنت قاعد مرتاح مرتاح قاعد مرتاح تاكل من ظهر الناس أنت قاعد مرتاح كده أي مالو مش بيجيبوا لي الحاجات كلها وباكل بيجيبوا لي دقيقي بيجيبوا لي سكري بيجيبوا لي حاجاتي والباقي كان نقص بتم وراي بس دار تعيش كده اي عيش كده وقاعد هنا دوك دي خلاص يعني بقت حقتك اي انا ما قاعده مرتاحه انا ما قاعده مرتاحه شنو انا دايره امشي اقعد هناك احس انه ده حقي احس بالامان احس انه الحته دي حقتي انا وحقت اولادي يا مره هوي يخر لك انا ما مرتاحه والله يا جاس شفتي اجودك بالبسطونه دي يخر لك بسطونه منو بالبسطونه دي ما بتعرف البسطونه شوف يا حسن انا الكلام ده ما نافع معي انا داير امشي هناك لناسي ولجيراني واسوي واسوي بيتي واسوي حاجاتي وتزرع زراعتك ونمشي وتعمر في حقك انت تعمر في حقك انت قادر هنا دي تبني لك بيت قادر تزرع لك زراعه قادر تعمل لك حاجه حقك لاولادك يا اخي انا ما قادر اعمل اي شيء انا عديل ما انا قاعد جنازه بس قاعد جنازه اصلك جنازه مين ما عرفتك جنازه ما بعمل اي شيء شفتي لا قادر اشتغل لا بقدر ازرع لا بقدر ارعى لا انا بس باكل بس باكل بس ما بعمل ايش اهو لما تموت الموت شاف تموت وتخلينا هنا دي الله يرحمني يا اخي الله يرحمني الله بيرحمك لكن احنا شنو انت تموت واحنا نقعد هنا اولادك ياكلوا من وين يكون حقهم وين يا زلمه بيصرفوا لهم ما بيصرفوا لهم لما اولادك يصرفوا لهم لمتين ها لغايه ما اروح الا يا اخي لا كده الكلام ده ما بينفع يا حسن انا ما مرتاح يا حسن بقول لك الكلام عشان تحس بالاستقرار بتعرف معنى الاستقرار هوي 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 انا لازم كلام الوريجه نزل البسطون فدي شفتي انا نجي نجي من الحقاره انا لا بشتغل لا بمشي من هنا ولا بعمل اي حاجه عاجبك ولا ما عاجبك اقعد براك شنو الناس كلهم مشوا هناك وبدوا يعمروا ومشوا النفير اللي يمشوا بين نسوان ومشغالين وعملوا وبدوا في الزراعه وبدوا في الزراعه ما حتحصل اي حاجه شوف تكلك وين امشي شوف تكلك وين امشي هو ده تكلي هاي ده تكلي انا المهم ده ما تكلي انا تكل منه انا ما قاعده في حته حقتي شنو ما قاعده في حته حقتي ما تكلي في النهايه قاعده ولا ما قاعده لما بقعد كان ده اقعد في حقي احس ان انا قاعده في حقي اقعد مرتاحه اولادي جنبي حاجاتي جنبي بقعد كيف حق الناس لمتين تاكل وتشرب والله انت حرشك منه وكيلهم ده ولا بسمينك هذا قاعد يضعفك شنو يا اخي يا اخي ما ادري اسمع ولا بس بقى قاعد هنا ما بمشي ولا بشتغل ولا بساهم ولا تقول لي نفير لا تقول لي زراعه لا تقول لي اي شيء عاجبك ولا ما عاجبك ما عاجبني ما عاجبني ما عاجبني ما عاجبني الله يقصك ما عاجبني انا قلت له بذاتك انت مره صحيح في مره تقول لرجل الله يقصك الله يقصك انت يا فوق يا سم راجل جا قعد هنا دي وبس اتكل على كده وكسلان اي كسلان عديل والله انا مملكتي هاو كان طردوك شنو كان طردوك من هنا طردوك بعد ما يطردوا يا الله كريم يا اختي الله كريم
الله كريم لكن ونعمة بالله الله كريم لكن الله ما قال كده. لا قادر على بهدلة، لا قادر على طورية، لا قادر على رعاء. جيت وعجبك الحال. جيت هناك خلاص بقت ما في أي حاجة هناك، الناس رجعت لزراعتها ورجعت الحياة العادية رجعت. أنت جيت هنا عجبك الوضع هنا. يا كسلان. يا كسلان. 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 أنا أقول لك كسلان. كسلان. بعد بوريك. يا حسن. حسن. حسن ترى أمرك. أنا أعرفك أنت ملبد بتهد بس أطلع يا حسن. ذاتك جنك بس جاي تاكل بس جاي تشوم بس داير تاكل بس. حسن. ياكل بس. أبو الحسني. يا أخي قديم واحد زيارة ذاته يا أخي الدقيقة والثانية كو 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 شوية خلوا الذي ترتاح شوية يا أخي. أنا والله خمس مرات جيتك. أي والله تجيني 17 مرة يا أخي. لا خمسة بس ما تزيد. المهم المهم هسا انا الليله جيتك ده لموضوع خير. والله ما اصله خير، لا انا عارف اني هاي قفلتها داير الغداء اصله جن واكل بس. وهو الغداء ده ذاته بجي الا ترى بواسطه الشغل. والله وانا جيتك في موضوع شغل. ابشر. ايوه الدور الفات انت عارف شنو. انا هنا مع مشينا هله انجيمي. هاي امل النفير انت اكيد سمعتها. سمعتها هاي. ومالك ما جيت؟ ما عاجبني. ما عاجبك نفير؟ النفير ما عجبك يا حسن. انتوا ما عندكم شغله تقضوها اليوم. لمة الناس ما عجبك يا حسن. لمة الناس بلا كمونيه ما كثر ما عجبني شوي. عندك كمونيه انا بقول هوي. شوف هنا هوي. انا لا داير نفير ولا بقدر على نفير ولا داير ورجه وكلام فارغ. عليك انا قول لي الموضوع المهم عشان تتخارج تمشي. والله هو الموضوع المهم شنو؟ يعني انا هنا افضل مما نقعد نقلب لنا في معسكر ويجي يردونا الليله ده ما اعرف ايش شويه وبكره سكر شويه وبعده زيت. افضل تمشي هلتك تزرع تنتج تاني تمشي تبيع. اي تاني امشي ازرع تاني وتالت ورابي وتاني امشي افتش. لا 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 خير يصرفوا لي بس هذول. هوي 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 خير يصرفوا لي. والله لا بقدر تاني على زراعه ولا بقدر على بناء ولا بقدر على شغل. الذين ادونا الفيه النصيب واللي بعدين نتيم الله كريم بس. والله يا حسن انت اتخيرت اتخيرت جد. يعني هسي افضل لك تشتغل بيدك بعرق ذراعك ولا تقعد الناس يدوك الليله شويه. ما عيب لك يا اخي. يا اخي الكلام كله لينا ده. هسه انت اهلك دين اهلك دين اهلك دين اهلك الباقيين دين قاعد تكلمه ما قاعد تجي بس كله كله قادر ما تجي موعد الغداء. كو 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 حسن حسن النفير. النفير اسمع كلام انت افهمني. يا روح اسمعني انت ما عندك شغل انت زول بس ما عندك اي موضوع بس الدقيقه والثانيه. النفير النفير الشغل 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 الشغل. يا اخي انت ما عندك شغله غيري. ما انا موضوعي شنو؟ انت كم سميتني بتفهمني يا حسن؟ قول قول قول. انا دار اقول لك يعني النفير ده انت حسي لو ما قدرت تمشي معانا عادي ممكن تساهم بحاجات ثانيه. من اللي ساهم؟ انت. وانا قال لك عندي حاجه؟ حمارك وين؟ شنو؟ حمارك الاسود وين؟ الحمار مات مات مات. كلام عجيب. تجيب لنا كرة ايش؟ ما ولا عجينة. عيشنا شوية ما في طريقة. لا حول ولا قوة الا بالله. قول قول قول. ثاني ممكن تمشي تنقل لنا موية ساكت. يا اقول لك كلام. أي. ويمين انت كنت تديني مكف حيل ذاته نديك بيها مكف. ما في ما في اي حاجة. انتهى بس. عجب. يلا. لكن والله انت حسن ده. ابيت مرة واحدة. الله ابيت والله ابيت. ما بقدر ما بقدر تمشي. ما بتقدر. ان شاء الله اقول لك كلام. أي. الله يوفقكم. والله ان شاء الله يسدد خطاكم بس انا خلوني. امين امين جمال. لكن برضه دار اقول لك تاني النساوين بمشي يا حسن. أه؟ الاطفال بمشوا. أي. انت راجل قاعد قدر حالك ده يعني انتوا دارين النساوين يمشوا. أي. والاطفال يمشوا. ودارين الناس دي كلها تمشي. ما لازم يكون في ناس ما بيمشوا. يعني انا الناس اللي ما بيمشوا. يعني انت من الناس اللي ما بيمشوا. أي. طيب ساهم لنا باي حاجه قروش قرشين برضه مساهمه. الله يزول بلا يقول يا ها انت معي ولا شنو؟ ولا لا ما كده لكن ها يعني اصلا ما يمرق معكم ولا اي شيء. يا اخي اقول لك كلام انا بديكم الفاتحه كويس برضه تعتبر مساهمه. اي بس الله يوفقكم. اي الله يوفقكم. لكن انا لا أيوة. اقنع منه كلكم. انا ما عندي اي شيء بقدمه لكم ولا انا غير قادر على العطاء تماما. والله كلامك ايب يا حسن. معلش معلش والله هسي حج نفيسه دي. الدور الفات ما عملت لنا الدشيشه. اي انت اكلت ولا ما اكلت؟ اكلت لكن في الهله ما في النفير. اي لكن ما في الهله ذاته حقت يا ذولك الهله ما سمح. هوي 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 شوف الموضوع خلاص. انا ثاني ما بقدر عليه وكله كله. امشي شوف لك ناس ثانيين. انت الهله دي فيها انا براي اولاد. امشي ناس عطا امشي ناس ابراهيم امشي ناس خضر امشي ناس ادم امشي للناس ذلك كلهم ماشيين. خلاص يا اخي انا ما ماشي. انت يعني ما ماشي؟ كله كله خلاص اصريت دد. يا حسن دار تقطع علاقتك معنا. انا هنا بقى يا ابوي ما بقطع ما بقطع. امشي امشي الله يعدل خطوتكم. امشي امشي.
امي ساكت. شنو؟ شنو؟ يا ضرر ما بفكر. اخر كلام بقوله لك شفته؟ انا ذا خالص كله كله كو 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 للنهايه للطيش. يعني انت خلاص كله كله. سبحان الله سبحان الله يا حسن يا هلال. زمن الرجال زمن بمشي بيشتغلوا بنقطوا الارض وبزرعوا وببنوا القطاطي، لكن والله يا معلش الدنيا خلاص رجال اماتوا. ده كله عشان ما عشان ما دارين اديك غدا تاكل. اسالك غدا ما كان قال الكلام ده. قاعد تاكل ساكر يا اخي. والله غايته غايته والله كريم يا اخي. يا حسن اقيف يا اخي حسن. يا اخواننا زول بخليني في بيته وبطلع. اي انا كل انت انت قاتل هنا قاعد. انا ده والله يا اخي انا قاطعت ومشيت وجيت وما عملت اي حاجه. والله يا اخي اخر ما تعمل حاجه. حسن اقعد لك قعد ها ونوم ها اجاين ملبس سوداء ينقصوا لنا منه نشربوا فيه لان ذاتي ما ماشي والله. فتي نعم. انت حسن كلم معك حسن ياتو حسن ابصلا وكلام حسن ده سيطر. كيف صحيح؟ والله ناس ساكن نرجو نتابو ها ثاني ذاته نمشي هناك في خلدك نقودو ها والسنه كله بهيميتي شالو بجاي السنه كله زري ده قشو بجاي السنه كله ياتو. لا 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 انا موضوع زي ده والله انا حسن وكده وراني ده ها نهايه والله انا قلت ما ماشي خلاص. الكلام ده كان زمان هسي ما في الكلام ده ياتو قال الناس اقلت الناس وقعت الناس بقت بتتكاتف بقت تتلم مع بعض. يا خي انا ما ماشي انا ده ما ماشي. انت برضه ما ماشي ما ماشي. انت كم داري تمشي ها امشي وريني ده ما وريتي ماشين امشي لكن انا ما ماشي انا ذاتي. لا انت وريني الحاصل شنو انا ذات عشان ما نمشي. كم في حاجه وروني عشان ما نمشي. والله ما في حاجه لكن شنو انا ده تعبت من النفير الفات ذاك تعبت. انتوا كم دارين تمشوا امشوا. انا هنا ترى لازم نتعبوا عشان ما اخواننا يا زلمه. هوي 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 اتعب برا غير انت بتتعبوا. انا هنا ما بنتعبوا. انا دارين نرتاحوا نرتاحوا دارين نرتاحوا اي دارين ناكلوا ونرتاحوا وبس. وبلغك ذاته انا يوم ذاك فوت انا سوالي ورده ورداني انت. اي والله في الليل ده يلا رقدت نرجف بس يلا رقدت والله. يلا خلاص بعد انت يا اخوي امشي شوف نفيرك وين. احنا ما دارين نشتغل معاكم خالص والله يا اخواننا. انا هنا احسن حاجه نزل ننزل بس خلاص نسالهم يعني خلاص. اي دقيقه دقيقه نزل. كم كده يا جماعه صفقوا للنازل صفقوا له. الكلام ياسر يعني هنا عجبونا. كلام ياسر ده بقى معانا لانه زول ما تقدر تشتغل ما تقدر تاكل. الاكل بالشغل. كلام ياسر كلامه صحيح والناس يرجو زي كما كان ويعيشوا زي الاول. والله النهضه بالشباب دي نهضتك انت احسن من نهضه الشخاص الاثنين. ونحن بنقول لازم النهضه لزول يحرث ويزرع ويكون بني القدرات. وهذا بني الشباب ذاته. الشباب يكون بمستقبل جاي والناس يعودوا عوده طبيعيه وشان يستقبلوا حالاتهم الطبيعيه في منطقتهم. هنا حسب البرنامج الماشي بالنسبه للمنطقه والقرى بتاعت العوده الطبيعيه والنفاير الحسي ماشي. يعني استفدنا والله الحمد لله من المسرحيه ده. وهنا نتمنى كلام بتاع اخونا ياسر ده كويس جدا. الناس كلها توجه شنو الى قراهم بالنفاير. وهنا اسبوعيا عندنا القرى واللي مجنى ده هسه قاعدين نبنوا شنو بالنفاير. كل يوم السبت عندنا نفير شنو في القرى. يا اخي قلت لك يا ياسر والله السنه ده الحمد لله. لا الحمد لله والله خريف ده زي نجحت اني من سنه 200 نعلم انه ايش ينجح زي ده. بس السنه ده يا جماعه من النجاح ده نسوي كيف؟ لا 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 الدور ده انت قامت الله بس الحمد لله. يوم ذاك ها فنا في نفير بتاع ناس حماد
همات ايه ايه ها وقلنا كي وخشينا مع الجماعة ها اهل الهلة ديل سوونا فير وناس هلة ديل ينيو كتير اجلنا خطينا وكيد في محل بير اجلنا خطينا وكيد في محل بير لمينا ولا نسوو كلام خير ابا فاتي ربا زري كبير قالوا فاتي ربا زري كبير انا معي ديل حشو كتير انا معي ديل حشو كتير وكيدينا في محل داك ها قلنا كو زري ده نيتنا دفنا بمرة واحد بمرة بالزري ده هما شالانا نيتنا دفنا ها شباب جينا يا خي في ميسا جينا ده اتاري ناس هما شالام لفول ده من قارو بس كرت كرت قطوفا ملطو عجب لكن همال ده ترى مرات ده والله العظيم ها وجينا وكداك كمان يوم داك في بتاع الناس اسحاق اسحاق ايو ايه ها شلنا كركنتو هاي امهات زخرد ياي 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 شلنا كركنتو هاي امهات زخرد ياي 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 سمينا زر حماد شي كدك حملنا مسكنا هنا اسحاق شي كدك حملنا وكيد خلاص اسر بيجي خدتين المدى وكيد خلاص اسر بيجي خدتين المدى لعبنا حجوري غنينا جراري نتينا كجنجن لعبنا حجوري غنينا جراري نتينا كجنجن فرحنا والله سوينا سمع هيا يا زول السنه ده يا خي اي انا زرع حقي ده ها زكاتين سوا انا حقي ثلاثه هاي 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 انا حقي ثلاثة زكاة انت من اول كله كذاب وقدومك عملك هو اثنين ونص ترى سخير من اثنين ونص ولا هو اثنين ما وصل لك لكن اسمع هي انا حسن اها حسن ما شمعت الا حسن انا اوريك ها وحسن ما من اول كله زول بلباسي ها زول شغل ولا بدوري ها زول قاعد في بيت يا ولي اسوي الدشيشه يا ولي اسوي الاجينه يا ولي اسوي لي ابو داي يا ولي اسوي لي سمسمي حياته كله اكل وشرب وبدون خدمه هذاك وخليه ينفع لكن والله شنو والله والله باس هزو ده ما عجباني لو والله انا والله قاعد نهين له انا كله والله انا بلين هنيته ها الا حسن هو يا ترى والله زول كم ولا بيشتغل ده ها. ما بيشتغل بس والله سي يوم حسن ده ها. في نفير ما وقف مع زول دود يوم حسن ده في بكان تويزه ما فهم ولا بكان مساعده ولا قال نجرشه كاي أيه. ولا قال نكتاشي بنجيبه ولا قال ميرك ولا وداي يوم ما ساعده زول نهايه زول كسلان كسلان والله وبعدين انينا نمرقو نهش وكان يقيلوا دهويه نسو وكيد مقبلين نلقوه دهاب وبكركر نفسه ماشي راجل زي ده بنفع ما بنفع والله ما بنفع راجل ده انت الله خلقك ده ياه دوراك ده تبقى تشتغل قديم حي انا هنا ده ما شغل نشتغل نعرفك والله انت كل سنه ده قربت تدقس والله كما انينا مشينا سوينا لك نفير كان وين يا ما عارف انا كما متكاتف معكم ده كان ما خليتوني ايوه حسن ده انت ما معاون سبب بتاع بوت حقه من الناس ده اي ده بس ترى خلى الناس كلها يفروا مني والله السنه ده والله حسن ده الا الله يشوف بس والله الله يستر ولا شوالين غنن شوالين غنن ده ما سوا لكن هسه ده يسولو كيف والله خايتو ما نقدر نخلو كمان زول معانا فيه اللي قايد ايه اخونا اي شي شيك ان شاء الله انت تمرقي كلاكيت انا ايش خاي بيني وبينك انا ايش اي مان انت الا درابه من ام الايال سواب هناك ترى في جبراك ده النص ماتت كيف ده هي من درابه ده انت شيك لكن انت داسا ده قلبك كله ما راضى انا زول ترى من اول كله راجل ما بيشتغل بريد جسمه ده ايه انا ماما اول لاي هو ما والفت شغل بارد والفت بارد ها واكل بارد تماما فهمه والله والفت دول الشجر والله صحيح ها مثلا كله بقول الجسم الوالفه لا مكيف لا دول الشجر كله بابا والله صحيح والله لكن يا خي انا نمشي لو نشي في حالته ده انا نمشي نشي في ترى بعد انت قلبك ده كله شيك انه هنيا هنون والله والله نمشي نشيفه ها وهي كده نجي انا نوريك الخبر امشي كاش نمشي نشيف حالته بكوري يا قايد ولا كيف والله زول دكتور هو بدا كله راسه دبل هنقوي وعاسي يعني كم حسن ده شخاليد ده كله حصل من يقعد يرفع ايده يدعي ربنا انه دور جاي يصلي له حاله ما بيسي بيكلم شين ولا مره بدقي وما بيساعد لا مره بس شخال في بيت زيه مار بس والله انا راجل مثل ده في دنيا من الله خلقاني مالكيته عجب لكن والله حسن ده فرق من حق الناس كله
هاي صحيح. ها شنو؟ اي شو خلده هنا بينادوني ولا بخادي؟ اقف اقف. هي خلاص مالك؟ زراعة وانتهت خلاص باظت انتهت كله كله. الزراعة؟ زراعة انتهت والله ولا قندول ولا قندول كله بس ما فيش. ما مشكلة خير في غيره. خير بغيره ايوه. انت والله ذاتك مرشوم وفقر ونقر. انا مما عرستك والله لو اي حاجة قاعد تبوظ انا بحملك المسؤولية انت دي والله. انا مالي؟ انت مالي؟ كنت ناس. شكرا. ناس جابوا شوالات يا اخي جابوا شوالات شوالات 100 دردب يا اخي. ولا 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 ملوى ملوى ايش ما في؟ عشان بتعين لي حق الناس. انت بتعين لهم مالك انت وحاسدهم. ما انا ما حاسد زول لكن خلاص خلاص الله يعوضك. اي والله الله يعوض. يلا الله يعوض. انا عشان ماشي عندي شغل كده مع النسوان دي راجيني. ماشيين والله عندنا عمل تطوعي يعني عشان نوزع حاجه. انا لا بعرف تطوعي لا بعرف اي شيء. انا كلمتك انا كلمتك الحوامه دي. يا الناس بيجي مني يشوفوني يقولوا عندي زي الراجل المتطوع. انا اللي بتجيب لي الكلام يا اخي؟ المتطوع دي حاجه بتشرفك ولا حاجه تخجلك؟ المتطوع دي تخجل. انت لا بتسوي عقلك لا بتشتري ملاحق. انت انا بسوي ملاحق. التهمه وحياته نفيسه ديل وماشيين بيت بيتك كلها تطعيم. انا ما ريحت لك هسه الدشيشه. الدشيشه ما عملت لك العجين. ما عملت ما صدت لك العصيده. يا اخي العصيده انا هسه مش مشيت جبت المويه من هناك راكب حماري. مشيت جبت لك المويه يا اخي اسمعني. يا اخي الدواء هسه لما قلت عندك وجع راس هنا في دواء. انا ما مشيت جبت حماري جبت لك الدواء. يا اخي اسمعني يا اخي اسمعني يا اخي. انا هسه ما سويت المزيده وديتها. اديني فرصه معك يا حاج. اديني اديني يا فلوس. ما انسى حاجاتي اللي عملتها يا زلمه. هوي هوي الست هاي ملف التطعيم. الراجل يطعم طعم من جاي طعم الناس الغيري. يسار تطعم؟ ما لي ما بطعم. ما لي ما بطعم. بطعم التطعيم للنسوان ولا للاطفال؟ شنو؟ التطعيم للنسوان ولا للاطفال؟ يا سلام. واي يا حبيبي الله يعافيك يا اخي تطعم الناس كلهم من بيتك. راجلك ما بيطعمي ولا بيطعم اي زول. لا بحطوك وحايمه ال 24 ساعه. احنا ما عندنا. كان جاني شلل. كان الشلل كده شلل. كان جاك شلل عشان تقعد اصلا. والله تشليني انت دي. والله تشليني انت زي الكرمه عصر. ساحرني النسوان ديل كلهم. دار تعمل بها شو الحجر؟ شنو؟ دار اطعمك عشان اوريك التطعيم. عشان اديك تطعيم في راسك داسي. انا ما شغاله تطعيم بس. شنو؟ انا شغاله اي حاجه قاعده اساعد الناس في اي حاجه. ثاني اي حاجه انا بقدر اسويها للناس اللي قاعده اسويها. صح والله ما عندك شغله. مش قاعده اقري شوف على الصغار ما عندك شغله لانك فايق وما عندك شغله. شنو؟ انا اقول لك كلام. كيف ما عندي شغله؟ انا ذاتي لا فايق ليك لا فايق لاهلك لا فايق للتطعيم لا انا ذاتي بعد الحله دي ذاتي ما قاعد فيها كويس وحبيع بهايمي وماشي ماشي الجنينه بس. ماشي الجنينه. اي يلا ماشي تعمل شنو في الجنينه؟ انت هنا ما نفعت. ماشي تعمل شنو في الجنينه؟ ماشي الطعم ماشي الطعم يعني ما عارف ماشي يسوي هنا في تطعيم. ماشي اغير الوضع ده يا اخي خلاص تعبت. يا تغير يا اخي نزرع ونقعد ونسوي ما لاقينا اي شيء يا اخي. ما لاقينا اي شيء. كيف؟ شنو الكيف؟ ما لاقي حاجه. يعني ماشي الجنينه تسوي شنو؟ ماشي هناك اشتغل اي حاجه كده ارطب يا زلمه. خلي ارضك وخلي زراعتك تمشي تفتش هناك يا اداب تفتش شغل. اي تشتغل شنو يعني؟ ان شاء الله اي حاجه اي شيء اي شيء بشتغله. اي شيء ما عندي اي مشكله. لكن ثاني انا الزراعه في البحر دي انا ثاني ما بزرع. والله ما تشتغل اي شيء انت الا كم شيء سويت لك زمان ما في اي شيء. آه يا هاد زراعتك دي النافع فيها وتخلى لازم تزرع لك منك. اشتغل اول قروش اللي ما عارس فيك انت دي شفتي؟ شفت اجيب لي مره مره علينا قال ترجع خشوف انه بتفتحه عشان ارتاح منك. ترتاح مني انا سوالك شنو؟ اي ما انت فاضي لي الدقيقه والثانيه اللي ابحث ابحث سوالك حياتك كلها هنا وانا قاعد اساعد الناس. شنو؟ انا اعمل طوعي اعمل طوعي. هاي اعمل طوعي بساعد الناس بساعد النسوان اللي داخله معاهم في حياه كثيره قاعد نساعد بعض. وتاكل شنو؟ تاكل تشرب من وين؟ تاكل من وين؟ من زراعتك المفروض تاكل انت. والله زراعتها هو فشلت الحمد لله. ما قاعد اساعدك انا. زراعتها ما قاعد اساعدك. شنو؟ انا ما قاعد اساعدك في الزراعه دي. يا اختي ما بمرق معاك ما قاعد ازرع معاك. والله مين ما ساعدتني انت الزراعه حرقت. مين ما ساعدتني انت الزراعه دي الحين تضيع شنو؟ مين ما ساعدتني الزراعه دي انتهت؟ تعال انا لا بزرع ولا عندي شغله بزراعه ولا عندي زعره بهايم. انا هذول اقول لك كلام انا امشي ابي بهايم اللي زاد زاد وارتاح وامشي الجنينه بس. يلا يلا على اي حاجه ذاك. يا حسن يا اهلين. هي اخوي كيف الحال؟ ان شاء الله زين. انت عارف الحمد لله الله يسلمك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. ان شاء الله كويس. والله كويس. معلش يا اخ والله كان لك نجيب لك شاي لكن المره شغاله في عمل طوعي. شغاله في عمل طوعي ما فاضي لنا شاي. لا الله يديك العافيه. والله العظيم ان شاء الله كويس. ساعتي جاي نسوي طوعي معك هنا. طوعي لا لا ما عندي طوعي. انا جيت انا اكفر لك يا ولد. الله والله لا والله ما تذكرني بس. اي والله جت والله ولا ملوه.
سبحان الله ولا ملوى. تعرف القعوق؟ ايوه انتهى منا كلكم. آه من اول كله؟ اي والله من اول لكن ذاتي بعد اي انت انا بعد ذاتي ما بقعد. ومن اول كله انا بوريك. زول كان بيشتغل قديم ده شغله بمشي قديم. ايوه اللي زول بقعد بيلقلق وبيتماتل ده شغله زرع وبموت يا اخوي. تاني العديل لقلق لا يماتل. انا بعد داري ابيع حاجاتي ديل وماشي الجنينه خلاص. بس ابيع البهايم بتاعتي دي. تو خررت تقبل تمشي الجنانه؟ اي والله تاني خلاص تاني. ما استك وقعدك هنا ما اخر لك. لا 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 قط ما يفهم. كم كان بهايم ده؟ اي بهايم ده انا بس نشيل منك. بس طوالي نشيلهم. نشيلهم بكم؟ داري اقول لك يا ابن البلد بهايم والله يمشي يدق الدكسه. انا بهايم قد هم كم؟ عندي 20 20 التيوس كم؟ 17 17 17 والخرفان كم؟ الخرفان 22. هذا ده كده ده ما ولا بيزيدوا. كيف؟ شغلك كله تيوز وخرفان ده ولا تيوز ما عندك؟ ايوه ما عندي ما عندي خلاص. شغل ده كان كده. اها انا كله كده ننتج فوقهم 20,000. والله انت حرامي. والله انت حرامي يا اخي. يا اخي لا ما يفهم ما يفهم. انا مش ببيع على اي زول. لا يا اخي لك والله ناس هي اللي يمين بالله زول بدور لك بهيمه ما في. السنه هي اللي كل الناس ده حصدوا. ها؟ ناس كله بيجوا عندهم ايش راجل؟ عليك الله. بهايمهم ولدوا. ناس بدور لك وين؟ والله كان تبيع ما تلقى. خلاص كان زيد شويه زيد شويه زيد شويه. وبعدين ايش حقت السنه ده ولا داير نبيع منه؟ ولا الله قال ده كله باقي شغالتها السنه اللي فاتت. داق يا داري ننتقل منه. كان يزيد لي القروش يزيد لي القروش. انا ما نقدر نزيد 20 ده كان عجبك. هسه نمشي بهايم ده به وباله نشيلين نجي. طيب معاهم رايح حقك ده كله انا بس ناجري. اوكي خلاص يا زول على بركه اللي موافق. ب 20 بيتي؟ ب 20 ب 20 خلاص كمبيوتر. اي والله انت عارف. لكن انت لكن الاجين دي الاجين دي تزيد بس لانه والله دي ما بتسوي لي حاجه. انا زول ماشي 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 هناك ماشي الجنينه ماشي. انا ذاتي فكرت كده. ها 20 كامل ما نقدر ننتج ذاته. كيف الكلام ده؟ والله الشغل ده انا ننتج 15. لا 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 انت مستهبل. لا انت مستهبل 15. لا لا ما داير ما داير ما داير ما داير ما داير ما داير 15 ليه يا اخي؟ ونص يا اخي. ها ونص والله ولا 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 20 ذاته ممكن ولا يا اخي. خلاص بال 20 هسه ما قلت خير. ما هذاك الخير شيء. انا ماشي الجنينه تعبان يا اخي. امشي انت قراشاتك ده بعدين. انت هسه كان خليتي بيع البهايم ده وقعدت هنا عزيز ومكرم وده بلدك وانت تعرفي درب درب وشجره شجره وشاري شاري شغال ما شغال ضميرك مرتاح يا زول. هي تقعد هنا اخر لك ولا تبيع بهايمك؟ انا والله لا داير ثاني بهدله ولا بقدر اشتغل. انا ماشي الجنينه هناك ان شاء الله اشتغل ابيع مويه احسن لي يا زول. هوي هناك اموري ارتب وعلى سلي مره جديده ذات المره دي فقر المره دي فقر والله. واقعد هناك في امان. والله مرتك دي مرتك دي ما شاء الله كتر خيرها. كم مرتك دي انت كان قعدتي هسه شوفي فضلت شنو ثاني تاخذ شنو يا زول؟ بس يا حسن بس كلا. انت بس زيد القروش دي زيد القروش دي خلينا نتصرف. بس انا 20 بس ما نقدر نديك اكثر من 20. 20 قلت لك ده عشان كلام رجال من بدايه قطعت 20 يعني انتك 20 كم والله كده ده. انا 20 ذاته كان ما داير نقول في بهايمك ده. انا بهايمك ما شفتهم تيوسك كلهم قري تيست تلقى قدر ده بس ولا 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 بكبر ولا بقوا كبار. والله 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 انا تيوسي وحياه الله تيوسي زي البقر يا اخي. تقول لي شنو؟ بعدين انا كان كلامي ده سميتي اخر لك لانه تبي هسه تمشي في جنانه تعرفي حاجات خوالي. وجنانه ده كان ما بيتي حاجه ولا تقدر تقيل ولا تقدر ترقد. والله تكملي قروشك بكره كما اشتغلتي درداقه. لا والله والله احسن لي درداقه. والله شفت وسافر برا ذات واركب طياره وارتاح. يا اخي انا معلومه انا فقر يا زول. يا زول يا زول انا داير ابيع بس داير ابيع داير خارج من هنا الحته دي يا زول. خلاص كم تبي ده؟ اي بال 20 ده انا ننتج 20. انت قلت 22. انا 22 قلت قلتها. والله الا كم امبلس بس لساني كلم ساكت لكن خلاص. انا ما قاسي 2. هاتي في اذاني امبلست برضه لكن والله اذانك يا امبلس سيما غلط. انت اذانك ما يسمع غلط. عليك الله. والله لا حول ولا زراعة لا اذان لا حول ولا قوة. خلاص ازمه ازمه. انا قلت 20 و200 ما قلت 22 ترى 202 يا زول مبروك. مبروك بالخارج بس 20 و200 يا زول موافق. يلا يلا خلاص يلا يلا بعد ده. يا زول بعدين بس انا اسافر بس شفت اشيل القروجات خارج امشي يا حسن امشي هناك خرطوم هناك يا زول برتب هناك ان شاء الله ابيع مويه اعمل لي طبلية اعمل لي درداقه اعمل لي اي شيء لكن تاني ما بقعد معكم هنا ما تغنيني انا ما بقعد تاني خلاص يا انا زهقت يا زول ما بقعد تاني يا زول امشي الخرطوم يا زول هناك امشي الخرطوم اقعد هناك يا زول امشي هناك برتب يا زول مالي مال التعب يا اخي مالي مال الشقا يا اخي اقعد كل الطورية الغلبايه البقره يا زول ببيع
بيع طوال يا دكتور استاذ دي نقر وزي اجيب 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 اني نخلينا سالون الناس ديل هذول الناس نشوفوا رايهم ايوه شوف رايهم ايوه لا زالوا طوال خلينا ننتج اشيرينك ونشيلك معانا كسبان بس كويس يا طوال ليش هذول الناس خلاص نزل الناس هذول الناس هذول بس هذول الناس في المسرح والمسرح دي بتعالج لنا كثير من الإشكاليات. واحد التعاون، الناس لابد أن تتعاون، الناس لابد أن تتكافل مع بعض، الناس تهتم بعمل الصحي والناس تهتم بعمل التعليمي، لأنه أردت جزئية بسيطة من الشغل التعليمي. وأيضا الناس يهتموا بالثروة الحيوانية وينتجوا الإنتاج الجيد جيد النوعية. ونحن الحمد لله هذه طبعا القرية مجمري مختلطة من المواطنين وعودة طوعية، مرحب بالعودة الطوعية. شغل حقيقي، ونحن في منطقة مجمري رحل وقرية كلنا أقول العمدة إسحاق مسح لنا 400 مربوع و 160 مبنيات والباقي ما مبني وكله سلم للرحل وغلي. أنا دارين حقة النساء دارين دكتور زيادة دارين موية دارين أمية دارين روضاتي. هل حسن انت داير تبيع البعايم ده تمشي مدينة آخر؟ البعايم ده كان بيتا القروش ده ما عنده فايدة، ما بيجيب لك قروش هنا.